لفتة طيبة من القائمين على هذا الحفائية بتذكير بهذا الجرح الذي لم يندمل بعد بأن نعرف مصير هؤلاء المفقودين في غياهب السجون وفي سجون المعتقلات في سجون الطغاة أجمع. الحرية لهم والخلاص لشعبنا وأهلنا في سوريا من رجس الطغاة، وننعم بالحرية والأمن والأمان إن شاء الله. اعتقل بشار ب 19 تشرين الاول بال 2011. بشار خلف وراء اسره مكونه من 3 اطفال بنات، بالاضافه لنحن اخوات واهله دائما ما نسال عنه ودائما ما نستفسر عنه، لكن للاسف هو مغيب من 2011 لحد هذه اللحظه. وكلياتنا ان شاء الله امل انه هن راح يفرج عنهم بيوم من الايام ويخرجوا من هاي السجون. دائما ما يراودنا تفكير هن شو عم يعملوا، هن شو عم يساووا. حاله صعبه ان كان على مستوى الاهل، ودائما ما هنالك تفكير بصاحب الامل كمان غصه في القلب الذكريات الحلوه اللي كنا عايشينها سوا. لذلك بنتامل انه ان كان بشار ولا جميع المفقودين بيوم من الايام يرجعوا لاهاليهم ويعيشوا هاي لحظه الفرح بلقاء جميع المعتقلين مع اهاليهم. شاركت أنا وفريقي ما يقارب 20 لوحة، اللوحات تحدثت عن وضع المعتقلين وأثرهم على عوائلهم على المحيط بشكل عام. قدمنا نحن ما يقارب 20 لوحة، كان جزء منها تعبيري والجزء الثاني كان شخصيات احنا اخترناها من الشخصيات اللي هي مغيبة حاليا. طبعا نتمنى الفرج، نتمنى نكون احسننا نوصل رسالتنا من خلال هاي الرسومات، والحرية للمعتقل الذي نعرفه.